مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة عدن الفضائية، ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتلقى مزيد من التهاني بمناسبة العيد الوطني 22 من مايو من عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة. وزير الدولة محافظ عدن يشارك في اللقاء الدوري السادس لرؤساء البعثات اليمنية في أوروبا. والميليشيا الحوثية تواصل خروقاتها للهدنة، وقوات الجيش تكسر هجوما في مقبنى غرب تعز. إلى التفاصيل، أهلا ومرحبا بكم. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من الرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة العيد الوطني 32 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وجاء في البرقية: يسعدني بمناسبة احتفالات الجمهورية اليمنية الشقيقة بعيدها الوطني أن أتقدم إلى فخامتكم وصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي بأصدق عبارات التهاني وخالص تمنياتنا الأخوية بدوام الصحة والسعادة، وإلى الشعب اليمني بتحقيق ما يصبو إليه من استقرار ووحدة ونماء. وأعرب الرئيس التونسي في برقيته عن حرصه على العمل سويا من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين إلى أفضل المراتب وتعزيز أواصر الأخوة المتينة بين الشعبين والبلدين الشقيقين. كما تلقى الرئيس العليمي برقية تهنئة من أمير دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني 32 للجمهورية اليمنية 22 من مايو المجيد. وعبر أمير دولة قطر في البرقية عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار كافة ربوع اليمن. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزويني بمناسبة العيد الوطني 32 للجمهورية اليمنية 22 من مايو المجيد. وجاء في البرقية: بمناسبة احتفال بلادكم بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني، متمنيا للشعب اليمني الشقيق أن يتغلب بفضل حكمته المعهودة على الأزمة التي يمر بها، وأن ينعم بالمزيد من التقدم والرخاء، مجددا حرص بلاده على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين. إلى ذلك، تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي برقية تهنئة من ملك مملكة إسبانيا فيليب السادس، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني 32 للجمهورية اليمنية 22 من مايو المجيد. وقال ملك إسبانيا في البرقية: بمناسبة احتفالكم بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، يسرني أن أعرب لكم باسمي شخصيا وباسم الحكومة والشعب الإسباني عن أحر التهاني والتبريكات، وأتقدم لفخامتكم بأصدق تمنياتي بالعافية لشخصكم والسلام والازدهار للشعب اليمني الصديق. تلقى فخامة الرئيس رشاد العليمي برقية تهنئة من رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا ونائبته روزاريو موريلو بمناسبة العيد الوطني 32 للجمهورية اليمنية 22 من مايو المجيد. وجاء في البرقية: اسمحوا لنا أن نعبر لكم نيابة عن شعبي وحكومة المصالحة والوحدة الوطنية لجمهورية نيكاراغوا وباسمنا شخصيا عن أصدق التهاني لكم شخصيا وللشعب اليمني بمناسبة الذكرى 32 ليوم وحدة الجمهورية اليمنية، مؤكدين حرص بلاده ورغبة بلادهم في مواصلة أواصر الصداقة والتضامن التي توحد الشعبين والبلدين. شارك نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب والمنعقدة عبر الاتصال المرئي في بكين برعاية دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في إطار التحضيرات لقمة صينية عربية. وناقشت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تطورات العلاقات الصينية العربية وأهمية الدور الفاعل للشباب الذي يمثل مستقبل وأمل للدولة والأمة ويعتبر وريثا وقوة دافعة لصداقة طويلة الأمد بين الصين والدول العربية.
وتطرق المنتدى إلى زيادة تعميق التبادل بين السياسيين الشباب في الصين والدول العربية وتعزيز تبادل الأفكار والثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين ودفع تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى الأمام باستمرار. وأكد الشداد أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت بالغ الأهمية يتطلب تكاتف الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لتخفيف حدة الأزمة الحالية على شعوبنا ودولنا، مشيرا إلى تميز العلاقات الأسيوية العربية عموما بطابع خاص، حيث إن العرب ارتبطوا مع آسيا بعلاقات جغرافية وحضارية وتاريخية عميقة الجذور، وبالأخص الحضارة الصينية القديمة والعريقة. واتسمت العلاقات الصينية اليمنية بعلاقة دولتين عريقتين، فقبل آلاف السنين ربط طريق الحرير البري وطريق البخور البحري بين اليمن والصين ليس تجاريا واقتصاديا فحسب، وإنما ثقافيا وفكريا وعلميا. كما نوه بإسهامات الصين بإنشاء أول طريق إسفلتي بين صنعاء والحديدة وطريق أبين المكلا وجسر زنجبار أبين، وأول مصنعين للغزل والنسيج بصنعاء وعدن، وإنشاء المستشفيات وإرسال البعثات الطبية الصينية لعدن وأبين وحضرموت والحديدة، وكذا الفرق العلمية والخبراء. كما استقبلت ببعثات من بكين أبعثات من الطلاب اليمنيين للدراسات في جامعاتها ومعاهدها للتخصصات المختلفة. وأكد الشداد على تطلع بلادنا بقيادة مجلس القيادة الرئاسي لوقف الحرب وإحلال السلام ونشر الاستقرار من خلال توافق ومشاركة القوى السياسية، وأن تلعب الصين دورا مهما في هذا الصدد، وكذا إطلاق مشاريع اقتصادية تسهم في تبادل المنافع المشتركة. أكد وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري على أهمية رفع كفاءة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بما يسهم بزيادة مستوى الإنتاج وتطوير أدائها وتحديثها. وأشار الوزير العكبري خلال ترأس اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة المؤقتة عدن إلى أهمية الانتقال من مرحلة البناء والتأسيس إلى مرحلة التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على وضع الخطط والبرامج لتطوير هذه المؤسسة الوطنية، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير الإمكانيات وتذليل الصعوبات أمام حصول الطلاب على المقررات الدراسية وفقا للإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى ضرورة معالجة أي اختلالات ومراعاة الجوانب الفنية والاهتمام الجيد بطباعة المناهج. وناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير التربية الدكتور علي العباب والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم ومندوب وزارة المالية والشؤون القانونية ما تم إنجازه من خطة طباعة الجزء الأول للعام الدراسي 2022-23 للمحافظات المحررة في فروع المؤسسة بعدن وحضرموت، والتي بلغت 900,000 كتاب مدرسي، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المدرجة والمتعلقة بعمل المؤسسة خلال الفترة المقبلة. شارك وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس في اللقاء الدوري السادس لرؤساء البعثات اليمنية في أوروبا الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي اللقاء استعرض الوزير لملس الأوضاع الخدمية والأمنية في محافظة عدن، موضحا الجهود التي تبذل للانتقال بالمحافظة إلى واقع أفضل يلبي تطلعات أبناء المحافظة وكل أبناء اليمن. وأشار وزير الدولة محافظ عدن إلى ملامسة مجلس القيادة الرئاسي لهموم المواطنين والاهتمام الذي يوليه بمحافظة عدن ودعمه لجهود تطويرها، مؤكدا أهمية دور السفارات في دعم توجهات السلطة المحلية في المحافظة للنهوض بها ومعالجة المشاكل التي تواجهها والمساهمة في بناء القدرات والارتقاء بالجانب الإداري في المؤسسات والمرافق الحكومية. وأقر اللقاء أهمية الاستمرار في عقد هذه اللقاءات لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها البلاد وتداعيات الانقلاب الحوثي المشؤوم على السلطة الشرعية. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزوعري بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستجدات الوضع الإغاثي والإنساني في اليمن والمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة في كافة القطاعات.
أشاد الزعوري بالدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات والدعم الإغاثي والإنساني المقدم عن طريق الهيئات الإغاثية المانحة في هذه الدول، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة باعتباره شريكا أساسيا للحكومة اليمنية ومن أكبر المانحين على الإطلاق للشعب اليمني، مؤكداً أن مشاريع المركز المتعددة في كافة المجالات والقطاعات ساهمت في تحسين الوضع الإنساني ووصلت إلى كافة المحافظات. أكد أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم والمساندة للمركز وكافة المانحين في تنفيذ البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية والتنموية، وترحب بكافة الجهود التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني. اطلع الوزير الزعوري على مجموعة من المشاريع التي ينفذها المركز حاليا في عدد من المحافظات ومراحل تنفيذ مشاريع الاستجابة الإنسانية لاحتياجات تنمية وبناء القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة الذي ينفذه المركز، لافتا إلى أهمية هذه البرامج والمشاريع في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، خصوصا في مجال التنمية في مجالي التعليم والحماية الاجتماعية. من جانبه، قدم وفد مركز الملك سلمان للإغاثة شرحا عن المشاريع التي يتم تنفيذها في عدد من المحافظات، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للوزارة على تعاونهم المستمر ومستوى الشراكة والتنسيق بين الجانبين. وفي ختام اللقاء، منح الوزير الزعوري وفد مركز الملك سلمان درع الوزارة تقديرا للجهود الكبيرة في الإغاثة والأعمال الإنسانية التي يقوم بها المركز. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد بوزار العديد من القضايا المتعلقة بالشباب، وذلك على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دعم الشباب رفيعي المستوى المقامة في العاصمة الأردنية عمان. وخلال اللقاء، استعرض البكري أمام المسؤول الأممية عمل الحكومة والتزاماتها في دعم الشباب اليمني وتمكينهم وتطوير قدراتهم في مجالات التعليم وريادة الأعمال ومشاريع القيادات الشابة وإخراجهم إلى واقع أفضل، مؤكدا دعم الحكومة لخطة استراتيجية قطاع الشباب وكال كافة المشاريع المتعلقة بهم وتنفيذ البرامج وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في العاصمة المؤقتة عدن ومراكز تدريب الشباب في جميع محافظات الجمهورية اليمنية. وأشار الوزير البكري إلى أن الوزارة ترعى كافة المشاريع الخاصة بالشباب وتمكينهم من العمل وخلق فرص العمل أمامهم باعتبارهم القوة الفاعلة في المجتمع. من جانبها، نوهت بوزار بجهود وزارة الشباب والرياضة اليمنية في الارتقاء بالعمل الشبابي وحرصها على حضور فعاليات مؤتمر دعم الشباب الذي يقام برعاية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأكدت دعم مشاريع الشباب والاستثمار في اليمن بمبلغ 120 مليون دولار ضمن التزاماتها في تدريب الشباب وتأهيلهم وتوفير فرص العمل لهم رغم أزمة الحرب في أوكرانيا تحديدا في المناطق الريفية منها، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة ودعم الشباب في مجالات التعليم وريادة الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة أمامهم وإبراز قدراتهم في تطوير مهاراتهم القيادية بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة. كما التقى وزير الشباب والرياضة نايف البكري على هامش حضوره فعاليات مؤتمر دعم الشباب في العاصمة الأردنية عمان، كلا على حدى نظرائه وزراء الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي والقطري صلاح بن غانم العلي والأردني محمد سلام النابلسي ومستشار رئيس الوزراء اللبناني زياد ميقاتي ومستشار وزير الرياضة اللبناني ميرنا صبرة. وبحث الوزير البكري خلال اللقاءات سبل التنسيق والتعاون المشترك بين بلادنا وبلدانهم والاستفادة من تجاربهم في العمل الشبابي والرياضي وتبادل الخبرات بما يعزز من تطوير قدرات ومهارات شباب ورياضي بلادنا في مختلف المجالات. أوضح البكري أن وزارة الشباب والرياضة في بلادنا ورغم ظروف الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني وانقلابه على الشرعية الدستورية وما عقب ذلك من تدمير للمنشآت الرياضية ومراكز تطوير الشباب، إلا أنها شهدت خلال سنوات الحرب تطورا لافتا فيما يتعلق بتطوير مهارات الشباب وتمكينهم من العمل، فضلا عن حضور ومشاركة الرياضيين اليمنيين في مختلف المسابقات العربية والقارية والدولية. ولفت إلى أن الوزارة حرصت على استمرارية المسابقات الرسمية وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف الألعاب
واستهدفت برامج تنمية الشباب في أكثر من محافظة، فضلا عن دعم المشاركات الخارجية رغم شحة الإمكانيات والظروف التي تمر بها البلاد. وحققت نجاحا كبيرا كان محل تقدير الجهات الرسمية والشعبية. من جانبهم أكد بل أشاد مسؤولو الرياضة في مصر وقطر والأردن ولبنان بالجهد المبذول من وزارة الشباب والرياضة اليمنية في ملف بناء المنشآت الرياضية وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم وتنميتها وإعلاء روح الولاء والانتماء لبلدانهم، مؤكدين على ضرورة تفعيل البرامج والتنسيق وتبادل الخبرات سعيا لتحقيق التعاون المشترك وعملا بأهداف التنمية المستدامة والعمل على تطوير العلاقات في مختلف المجالات وبما يعود بالنفع والنماء على بلادنا وبلدانهم، لا سيما في المجال الشبابي والرياضي وبما يخدم المصالح العامة. ميدانيا، أعلنت قوات الجيش الوطني كسر هجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقعها بجبهة مقبنة غربي تعز، وذلك ضمن استمرار مسلسل خروقات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. وقال نائب شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز العقيد عبد الباسط البحر أن قوات الجيش الوطني في اللواء 145 مشاة تمكنت من كسر هجوم حوثي على مواقعها في تبة السوداء بمقبنة، وأجبرت العناصر الحوثية المهاجمة على التراجع والفرار وألحقت بهم هزيمة قاسية وكبرتهم خسائر بشرية ومادية فادحة. وكان الجيش الوطني قد أعلن في وقت سابق رصد 20 خرقا حوثيا في جبهات محور تعز و9 خروقات في جبهات محور البرح غربي تعز ضمن استمرار خروقاتها للهدنة، كما رصد الجيش دفع الميليشيا الحوثية بتعزيزات كبيرة وغير مسبوقة إلى جبهات محور تعز منها نحو 65 طقما محملا بالأفراد والذخائر دفعت بها إلى مواقعها في الجبهة الشمالية للمدينة. دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العمل بمشروع إعادة تأهيل الطريق هيجة العبد، والذي يعد طريقا حيويا وشريانا رئيسا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، حيث يشكل الطريق أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني. تفاصيل في سياق هذا التقرير والذي أعده الزميل عبد الرحمن الجلبين. بدعم وتمويل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دشن العمل في مشروع إعادة صيانة وتأهيل طريق هيجة العبد الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، ويعد هذا المشروع الحيوي شريانا رئيسا ومنفذا وحيدا لتعز إلى محافظات لحج وعدن، ويعد المتنفس الوحيد لأكثر من 5 ملايين يمني. وسيسهل المشروع حركة نقل الأفراد والبضائع والتنقل الآمن للمركبات رابطا اقتصاديا واجتماعيا بعد إغلاق المنافذ الحيوية جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، ما جعل من هذا الطريق منفذا وحيدا لأبناء المحافظة والقادمين إليها من مختلف المحافظات. وشكل طريق عقبة هيجة العبد معاناة كبيرة لعابريه نتيجة وعورة الطريق وانهيار بعض أجزائه، ما تسبب في تكرار الحوادث التي كانت تؤدي لانقطاعه لساعات وأحيانا لأيام، كما يفتقر لكل عناصر السلامة. يا الله 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 يا الله. ويشكل مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد خطوة بالغة الأهمية لحياة الملايين من اليمنيين، حيث سيسهم مشروع التأهيل في خفض وقت السفر وتكلفة نقل المواد والبضائع بنسبة 30%. وتفتقر طريق هيجة العبد ذات 55 منعطف والمرتفعة عن سطح البحر بنحو 3000 متر مربع لأدنى عناصر السلامة المرورية نتيجة سوء قنوات تصريف مياه الأمطار وغياب الصيانة لمدى سنوات طويلة مضت. ووقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في يناير الفائت عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد، ويهدف إلى إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد وإصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه ورفع كافة السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطريق وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع وتحقيق التنقل الآمن. ويتوقع الانتهاء من عملية إعادة التأهيل 12 شهر.
أما الآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس ودرجة الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. ولمن فاتته النشرة مشاهدين الكرام، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتلقى مزيدا من التهاني بمناسبة العيد الوطني 22 من مايو من عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة. وزير الدولة محافظ عدن يشارك في اللقاء الدوري السادس لرؤساء البعثات اليمنية في أوروبا. الميليشيات الحوثية تواصل خروقاتها للهدنة، وقوة الجيش تكسر هجوما في مقبنة غرب تعز. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. أزكى تحية من طاقم العمل، دمتم والوطن في رعاية الله. إلى اللقاء.